سيدات سادة النواب، جلسة الخميس القادم ستتضمن فقرة واحدة في جدول الأعمال وهي انتخاب رئيس الجمهورية. جلسة الخميس 13 من هذا الشهر تتضمن فقرة انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للنصوص الدستورية الملزمة بذلك وقرارات المحكمة الاتحادية، وأيضاً طلب السيدات والسادة النواب الذي قدم أيضاً في الجلسة السابقة. أطلب من الأمانة العامة والدائرة البرلمانية تزويد السيدات والسادة النواب بالسيرة الذاتية للمرشحين، ومن اليوم تبدون زوجوهم بها، والجلسة تكون الساعة 11 يوم الخميس 13 من هذا الشهر. شكرا جزيلا.